اعتبره يعني تظاهره وكرنفال صراحه كبير، يعني لاول مره يقام في السعوديه وفي جده تحديدا. انا اعتقد يعني الحضور الجماهيري اللي شفناها في البطوله يعطي انطباع كامل ان البطوله يعني حققت نجاح صراحه يعني غير متوقع. زي ما انت عارف يعني كره السله ما هي اللعبه الشعبيه الاولى في السعوديه، لكن في النهايه ما شاء الله يعني الوضع يعني كان في تشجيع، في مؤازرات كبيره. فحقيقه انا اشوف يعني هي نقله نوعيه صراحه لكره السله وللتنظيمات ايضا الرياضيه العالميه. يعني جوله بطوله العالم يعني تعتبر من البطولات العالميه ولها يعني سمعه كبيره في العالم. فانا اعتقد يعني هذه فرصه كبيره صراحه للسعوديه انها حققت يعني استضافت مثل هالبطوله. طبعا نشكر شركه كرياتيف ايدج وشركه السله وهيئه الرياضه اللي هي تعتبر هي المظله الكبيره اللي اتاحت الفرصه لتنظيم مثل هالبطوله والتظاهر العالميه. طيب في الجانب الاداري لعملكم داخل الاتحاد السله السعودي، يعني راينا الموقع للاتحاد يعمل لكن في قصور مثلا في السوشيال ميديا، اين اتحاد السله في السوشيال ميديا؟ شوف طبعا موقع اسبيل مو تابع لاتحاد السله، موقع اسبيل هو موقع مختص برابطه الدوري السعودي. اسبيل الى الان يعني ما انطلق بشكل رسمي، متى ما انطلق بشكل رسمي انا متاكد راح يكون له يعني اصداء كبيره. مشروع اسبيل في الدوري السله السعودي في السعوديه، انا اعتقد اذا بدا بشكل يعني منظم وكبير انا اعتقد راح يكون فيه يعني نقله نوعيه في دوري السله السعودي بشكل عام. وانا صراحه منتظرين ان شاء الله يعني من بدايه الموسم هذا يكون في اتفاقيات معينه لانطلاق دوري اسبيل، وراح انا اتوقع راح تشوفونه بشكل يعني مختلف. يعني بنشوف دوري السله السعودي بشكل مختلف الموسم القادم بتغطيه اعلاميه اكبر بحجم يستحقه الاتحاد السعودي لتغطيه بطولاته؟ بالتاكيد. انا اقول لك يعني احنا في سبيل يعني على يعني اشد وجهد كبير صراحه جالسين نقوم فيه بدايه الموسم. فانا اتوقع ان شاء الله متى ما يعني انطلق بشكل رسمي دوري سبيل السعودي راح يكون بشكل مختلف، وراح يكون يعني يعطي لعبه كره السله يعني حقها صراحه. وحنا عندنا شعار صراحه في دوري سبيل، السله تستحق، وانا اعتقد السله تستحق. شكرا لك. العفو حبيبي.